شلونكم؟ شو اخباركم؟ شفتوا ايش صار فيني امس؟ قتيله تقريبا. يوم شرحت الموضوع مال السيرم مال التفتيح، بعدها كان احط راسي وانام، وفيت ما قمت الا بحروه جريب ال 12، فما سوينا السحب على المسابقه. الحين على طول راح اسوي السحب على المسابقه، بس لان توني راده من لافني طبعا ما لقيت شيء حق العيد. في بنت قالت دكتوره انت في مره امانه حاطه شيء حق العين، شرح مره ثانيه عنه، اللي هو حق الهالات السوداء البسيطه اللي عادي كذا رطيب، وحق الهالات السوداء لما تكون حيل غامجه حطيتي كريمين. فعلا هذيلا هم بنات، واخر مره ترى اشرحهم، لذلك كتشروهم اي سي ام لان اعطيناه حقه. متى استخدم هذيل الاثنين ورا بعض مرتين باليوم، ومتى اكتفي استخدم هذا حول العين؟ ترى هذا دائما ينقطع بالصيدليات، هذا دائما ينزل وينقطع، فراح اشرح لكم اياهم اخر مره، خليكم معي. البنت اللي تبي بس ترطيب حوالين العين مع تعبئه خطوط بسيطه وتفتيح بسيط تكتفي بهذا، هذا الاغلب اللي يشترونه البنات وينقطع. هذا راح نضيفه حق الهالات السوداء اللي عندنا، ركزوا معي. هذا شنو تركيبته؟ هذا فيه الفيتامين سي اللي احنا نحبه عشان يعطي توهج حق المنطقه وحلو ويفتح، وفيه هارونيك اسيد يعبي الخطوط والتجاعيد، وفي فيتامين اي، وفي مادتين تساعد بالهالات السوداء البسيطه لانه يحسن من الدوره الدمويه حوالين منطقه العين. منطقه العين اكثر المناطق بالوي اللي تتاثر اذا قلت الدوره الدمويه او ما صار في تدفق دم عدل، فبالتالي تصير زرقاء او سوداء او تعبانه كانه طول اليوم توج قاعده من النوم. فهذا في ماده الهسبريدين وفي الكرايسن اللي تحسن من الدوره الدمويه وبالتالي تاثر على الهالات السوداء. لذلك البنت اللي عندها موجود بكل الصيدليات، بكل الصيدليات تلقونه الا بوتس مو نازل. هذا حق اللي عندها هالات سوداء بسيطه وتبي مرطب عين ممتاز، هذا هو ديوليس. شفتوا حطيت لكم اياه مع الشرح. طيب البنت اللي عندها هالات سوداء حيل غامجه وعنيده، شنو ممكن تستخدم؟ هل تجينا العياده اقول لها يلا خلاص روح ما اسوي لك شيء؟ لا، قد تحتاج فيلر تحت العين، قد تحتاج بعض النصائح، قد تحتاج مجموعه من الفيتامينات، حديد يكون عندها نازل، بعدها اعطيها مرطبات قويه. اضيف لها بالاضافه الى هذا المرطب، هذا طبعا احدى الخيارات، وايد في اشياء بصيدليات زينه بس قاعد اشرح لكم من الخيارات. تضيف عليه الدي بي وايد، تذكرون مركب والاكواع الدي بي وايد، هذا لاين التفتيح. تضيف على هذا اللي عندها هالات سوداء على الديوليس، تضيف هذا. ليش؟ لان هذا اول شيء فيه فيتامين سي، وفي بالاضافه الى هذا فيه فيتامين سي، صح؟ هذا فيه فيتامين سي ولكن فيه كوجيك اسيد والفا اربوتين، فهذه عوامل التفتيح فيه راح تصير اقل، فما بالكم هذا فيه نسبه بسيطه من فيتامين سي وفي كرايسن والهسبريدين اللي راح يحسن الدوره الدمويه، راح يصير التفتيح مضاعف، فالاثنين حق اللي عندهم هالات سوداء غامجه بيتخلصون منها.